عزو تعا شوي عاوزك. خير خير يصيبك. شو هذا الحكي اللي عم تحكي عني بالحارة؟ بس هاد مو حكي، هاي حقيقتك. يعني أنا صياح قليل شرف؟ قليل شرف وناموس ما فيك أخلاق كمان. لك بعد عنه. لا عم تمد إيدك ولا عتميه؟ لك وبكسر راسك يلي بده يقرب على صياح لسه ما خلق. عتميه ما بدنا نوسخ ايدنا بحد، ارجع لورا. ايه بس انا بدي وسخ ايدي. لك عزو كنا على وجهك بقى. شو صار؟ شوفي شوفي شو القصة؟ شوفي شو صار؟ في راس بده يتكسر راسها. بس هيك قصة كبيرة كثير، مشوا على المضافة. يلا مشوا، لازم نمشي على المضافة لأنه هي القصة بدها تنحل اليوم. يلا يلا عزو يلا شرف. شو يلا انت وياه؟ شفتوا الوقت؟ شفتوا الوقت؟ شفتوا. بس ما رح تمروا على خير. تقدر من انت ولا هو؟ ولأني بعرفك قديش متضايقة من أصحاب الدكاكين يلي عم ياكلوا حقك، أنا وشهيرة خانم بدنا نساعدك ونخلصك منهم. يا ريت. بس شلون؟ بدنا نفتح لك مشغل خياطة وتكوني أنت مشرفة على الشغل كله. عن جد عم تحكي مطيعة؟ معلوم عم بحكي عن جد يا نورية، بس مثل ما بدنا نفيدك بدك تفيدينا. ما فهمت شو المطلوب مني؟ كل اللي بدنا اياه مني انك تعلمينا الخياطة وتشرفي على الشغل ومن عنا راس المال. شو قلتي؟ أكيد موافقة يا خانو. معناها خلونا نحكي بالتفاصيل. لا عشت ولا كنت إذا تخلي اثنين حقهم قرشين بسوق الغلا يتهجموا على ابني وانا ضلني ساكت. يا مختار عقلهم اسعد تدخلوا مشان عزه ما يهجم على صياح. لا سيدي، صياح وعقله واسعد هن اللي هجموا عليه. لا اله الا الله ومحمد رسول الله. يا مختار ابنك ما حدا مد ايده عليه، صياح كان عم يبعدهم عنه. يعني عم تكذبني؟ لا ما عم كذبك مختار. ابو حمدي ما قصده يا مختار، خلينا بالاول نحل المشكله اللي بين عزه وبين صياح. موضوعنا خلاص انتهى، صياح وعقله واسعد لازم يتعاقبوا. وعلى شو بدك تعاقبهم مختار؟ ابنك مو صاير لشي. بعد كل يلي عملوه ما بدك اياهم يتعاقبوا؟ الكلام اللي انقال عن صياح كله كذب، من شان هيك طلع خلو على ابنك. لك شو دخله ابني؟ شو دخله؟ ما هو داير بالحاره وعم يحكي بالقصه، فضحنا المستوره. حمدي طول بالك. ما في طولة بال على هيك كلام ماله طعمه، قوم عم صياح قوم. يا مختار بدها طولة بال شوي لنفهم شو اللي صار. يلي صار واضح مثل عين الشمس. كمان خلينا نتأكد، ما بدنا نظلم حدا. أنا تأكدت ما بيكفي؟ لا ما بيكفي. لا بيكفي سيدي. لا ما بيكفي مختار. الله معك. عاشي هلا كل اللي صار بس لأنه صياح فات لعندك على البيت وما في زلم، ولا أنت بدك تكبرها القصة وتزله بشرف للزلمة؟ وفوت لبيت ما في رجال، هي صغيرة عندك؟ لا ما أنا صغيرة يا مختار، أنا صغيرة بس أنا وأنت والكل بيعرف ليش صياح فات لعندك على البيت، فلا تعمل عي أنت وابنك بلاها. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي هذا مظهر بيه؟ مختار أنت مختار لتحل مشاكلنا ومشان تعلم ناس بعضها. لا أبدا أنا مو هيك. راجع حساباتك مختار، راجع حساباتك. لأنه هو مو حلو اللي صار مختار، مو حلو. الله لا يعطيك العافية يا عزو على هالبطة اللي ورطتني إياها. قوم انقلع، قوم. بإذن الله ربحكم مضمون يا خانم، لأنكم رح تخيطوا على حسابكم. بعدين أنا بعرف كل قطعة شو بتكلف من كلف وزرار وشو بدها شغل. وأنت شو بتعرفي تخيطي يا نورية؟ أنا بخيط عبي وبناطلي. أيوة إيه شو عليها شهيرة خانم؟ خلينا نبلش بالعبي والبناطرين وشو منطلع من بيع للسوق. ولا شو السوق؟ ليك كانت مطيع هون بالحارة. مثل ما بدك شهيرة خانم،
منبيع شوي بالسوق وشوي عند مطي. إذا نويتوا تبلشوا يا خانم لازم تجيبوا قماش بالجملة. أصبح تعالي بكرة لعنا بكير، بركي منحكي مع مطيع وبيتعاون معنا وبيجيب لنا الشغلات اللي بدك إياها. إيه على عيني، بكرة من الصبح بكون عندكم. عن إذنكم أنا بدي أمشي. إذنك معك. يلا خاطركم، مع السلامة. الله معك، الله يسلمك، سلمي على جوزك ولادك أمان. وإنتي مساعي، قومي يلا روحي لي على حالها وشوفي لي شو صار بقصة فكرية وعفا. هلا؟ إيه هلا، اتحركي شوي مشان ترجعي على الغداء. يلا. خاطرك. الله معك. وعم بيقولوا انه صياح اعترف انه كان يحكي مع فكريه وانه كان يشوفها قدام بيت جوز عزو. يا لطيف، الله يستر علينا وعلى حريماتنا يا رب. امين امين يا رب العالمين. بس بيني وبينك الله لا يوفقها على هالعمله. لك ما عملت حساب شو بده يكون سمعتها بين الناس، ما عملت حساب لما يعرفوا اهلها فعلتها السودا شو رح يعملوا. اي بعت لحمة تسلق بدنا شو شرني. هذا كله من ترباية إمها العاطلة. يوم ليش كل الناس بتعرف تربي أولادها مثل ما أنت مرباية بنتك وردي؟ إن شاء الله ربي يحميها إلهي. بس بدك مين يقدر يا محمدي؟ أنا بنتي بس تشكي من قلة الحظ، حظها قلي. إن شاء الله بيبعت لها الحظ وربي يسعدها إلهي. يا الله يسعدك. بس طوال ما مظهر حاططها بباله بنتي ما رح تشوف الحظ بحياتها. طيب انتوا ليش تاركينهم معلقين؟ يا رجعوهم لبعض يا طلقوهم من بعض وخلي كل واحد يعيش حياته. لك حبيبتي هو ما عم يرضى يطلقها، ما عم يرضى. يو ما عم يرضى؟ لا ما عم يرضى، هو باله ماسكنا من الايد اللي بتوجعنا. بس انا اعوذ بالله من كلمة انا بعرف كيف وقفوا عند حده هو وامه اللي شرني. ها ها هاي ام بشير اللي انا بعرفها يلي بتاخد حقها بايدها وما بتسكت لحدا. الله يقويكي أكثر وأكثر. تسلمي يا أم حمدي، تسلمي. خدامك تاج راسي. لك شو بك؟ افتح لي هالنيع هذا. يا حاسس بتمك في حكي، احكي لشوف. سؤال بس يمكن غليظ شوي. ايه بيلبالك الغلاظة، تغلظ لشوف. ليش رحت على مغارة تاج راسي؟ سامحني اش كان ما عجبك سؤالي سيد راسي، سامحني. بدك تعرف ليش رحت على المغارة؟ إذا ما فيها سئلة، إذا ما فيها سئلة يا تاج راسي. والله قلت لحالي بلكي المغارة بتكون لساتها منيحة، بقى بتروح بتعيش فيها لوحدك. لا معلين، شو بدي روح ساوي بالمغارة؟ هون أأمن لي وأحسن لي. وأنا هيك قلت لحالي، قلت يعني المغارة مو مناسبة إنك تقعد فيها لوحدك. لا سيد راسي، مو مناسبة بنوب، مو خرجي بنوب، بنوب روح على المغارة أنا. على هيك لا بتسألني هيك أسئلة تاني مرة، أحسن ما خليك تروح تعيش بالمغارة لوحدك بزاوية من الزوايا مثل العنكبوت. سامحني سيد راسي، لك بدي أقطعه لساني إيش كان بسألك بعد شي سؤال؟ أعطيني هالخنجر لأقطعه، أعطيني إياه. خذ قصه. يأمرني اللي سامحني، لك يأمرني اللي سامحني. خلاص لك
بدي منك تتدخلي بالقصة وتحليها يا خانم. ما بظن يا أم سعيد بقدر أعمل شي بعد القيل والقال اللي صار بالحارة. شهيرة خانم، دخلك هدول العالم يلي بيحكوا بأعراض الناس ما بيخافوا من رب العالمين؟ يا عيب الشوم عليهم، بس يا عيب الشوم. صدقيني أنا ما دخلني بالقصة يا خانم. راح أقوم ألبس ملايتي ونروح لعند أم صافي وناخدها معنا لعند عفاف. شهيرة خانم، أنا ما رح أروح معك لعند أم صافي. وليش ما بدك تروحي لعند أم صافي؟ أكيد خابصت لها شي خبصة مع أم صافي، مو قدرانة تحط عينها بعينها. هي زعلت لحالها المقوصة، بدل ما تشكرني لأنه رحت أحكي لها شو عم يحكوا عليها وعلى ابنها بالحارة، قامت بهدلتني وقلعتني. بس هيك يا أم سعيد ولا في شي تاني ما عم تقلينا يا؟ ما بزل عليك بحرف، هذا اللي صار وروح لعندها ماني رايحة. لا ستي، بدك تروحي وبدك تعتذري منها كمان. بس يا خانم هي شو فهمتي؟ يا أنا اللي بروح وبعتذر. قوم يا خانم دكي ملايتك للروح. يلا يلا يلا. احكي لي أم سعيد شو صار لك؟ عفاف يا ست أم صافي، أم سعيد خافت على سمعتكم مشان هيك حكت اللي حكته. صدقيني يا أم صافي أنا ما كان قصدي إني زعلك. ولو إني زعلاني من كلامك اللي بيسم البدن، بس جاية شهيرة خانم على عيني وراسي. بدك تسلمي لي يا أم صافي، ما في منك. يعني سامحتيها؟ معلوم سامحتها. يخلي لنا ياكي. الله يحفظك يا رب. لكن انا رح اقوم البس ملايتي وجايتكم. بدي انصحك يا ام سعيد، من هلا ورايح لا تتسرعي بنقل الكلام، لانه في ناس بتزعل من اللي بنحكي عليهم بالعاطل، وبيزعلوا اكثر من اللي نقل لهم الحكي. بس انا يا ماشي يا خانم، مثل ما بدك انت بتأمري. ما عدنا عرفنا اختك شو صار معها. يا ترى جوزي سمح لها انها تشتغل ولا لساته ميبس راسه؟ والله ما بعرف يا امي، بكره بساله. قل له خليها يبعثها لعنا، نحن بنفهم. على عيني امرك. شبك تقبرني؟ كانك مو على بعضك. ان شاء الله ست الحسن والدلال هي اللي مضايقتك. لا امي لا، مو ست الحسن والدلال، لا رجال الحارة كلهم مقروق منهم، كلهم على معاي. خير إن شاء الله. شو اللي صاير معك؟ والله ما بعرف يا أمي، اللي عم بيصير خلي الواحد يكره حياته. كل أهل الحارة ورجالها على قليل مع بعضهم على شي صار وشي ما صار هيك. معلش تقبرني، طول بالك. إن شاء الله. أهلا وسهلا بشهيرة خانم وبأم سعيد. السلام إلنا كلنا يا عفاف. لا يا خانم، السلام لإلك ولأم سعيد بس. بس لحنا جايين مع أم صافي مشان نرجعك لجوزك يا ست عفاف. ومين قالكم إنه أنا بدي أرجع لعنده؟ أنا يا بنتي. ومين أنتِ لحتى ترجعيني؟ أنا أم صافي. لك هي أم صافي حماتك ومثل أمك. أمي ما حدا بيشبهها ولا حدا مثلها. الله معك أم صافي. عم تقلعيني؟ مثل ما سمعتي هاي التقليعة إلنا كلياتنا.
لا يا شهيرة خانم، هي التقليعة بس لأم صافي. ونحن جايين كلياتنا مع أم صافي. أنا كنت جاي وراي تلك الخير، بس تبين لي إنه أنت ما بيلبق لك الخير، لا أنت ولا أهلك. أم صافي إذا الخير منك بلا أحسن، ما بدي إياه، ما بدي شي منك. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك وعلى هيك ترباية. تربايتي أحسن من ترباية ابنك. فعلاً إنك تربايتي معزو. شو قصدك شهيرة خانو؟ مثل ما سمعت. مشي تزعل. لك تفوه، تفوه عليك وعلى هيك ترباية. ماشي، أنا فرشيكم. يا أبو محمود، أنا شغلتي صارت كبيرة مع أبو سليم وصياح وما بقدر إنهيها مثل ما عم تقول. أصدق الكلام اللي طلع على صياح وعن مستورة بنته لأبو سليم مظبوط؟ يعني ما بقدر أقول لك كله كذب أو كله مظبوط، بس أخي ما في دخان من دون نار، صح ولا أنا غلطان؟ اختار. الحكي اللي طلع على المستورة وعلى صياح مانو مزبوط، ونحن كلنا ما نمسدينه. لكن خلينا نستنى لتبان الحقيقة. الحقيقة مبينة مثل عين الشمس مختار. شو قصدك؟ قصدي انه انت وابنك لازم تبروها للمخلوق او تبرو صياح كمان. بصير خير ان شاء الله، بصير خير. عن اذنك، مع السلامة. الحق على أمها اللي ما عرفت تربيها. أمها بذات نفسك كان لازمها ترباية. ولا ما بجوز عليها إلا رحمة. خير إن شاء الله خير. صاير عي معكم ما؟ أبو عزو بيته ما عاد ينداس أبدا. يو ليش بقى؟ أحكي لها. بيت أبو عزو بدهم ترباية من أكبر راس لأصغرهم. ولك نطفتي لي قلبي، احكي لي بالتفصيل شو صاير معكم. رح احكي لك كل شيء بالتفصيل وانت احكمي. يلا احكي لي. وين راحت هاي؟ حميد؟ شو عم تعمل؟ هذا شيء. ليش قاعد هي؟ في نملة كثير. اتركهم شو بدك فيهم؟ قوم لقلك قوم. روح جيب لنا شيء ناكله، عصافير بطني عم تزقزق. وشو بدي اجيب لك يا جوعها؟ ما بعرف شو ما طلع بوشك جيبه. ايه ما صاحبك قبل ما يسلمك البيت فيصل قشر اقدر واليابس ما ترك لنا غير هالنمل. وحياة عينك لطالع من عيونه عامس، ولا فكرني انا اجذب وشاطر ريالتي لحتى داكش هذا البيت المهرهر ببيتي. قلت لحالي مسترخص ومصدق امتى تعرف فوق بيتك. لا ماني مسترخص. وحياة حامد وكداس لحتى ما اعطيه بيته واخذ بيتي منه غصب عنه وهو عم يضحك ويلعب. هذا الحكي مظبوط. حلال عليك، قوم جيب اكل. ايه روح عليا بسيك لانه ريحه فضيحه بالحاره. ايه طبعا شنو الكل. ايه يلا لا تخا. لا بس تراق وراجع. ايه اهلين فيصل، والله فكرك رح مرق لك اياها هيك. نوب ما رح تمرق هيك. الله وكيلك ما عم صدق اللي عم بسمعه منك. لك معقول هالفصعونة يطلع منها كل هالحكي؟ ايه مو الحق عليها، الحق على ابوها اللي ما رباها وعلمها شلون تحكي مع الناس. بس نحن لازم نلاقي لها حل، لانه اذا ضلت هيك كل ماله راسها رح يكبر اكثر واكثر. ما هو كبر وخلص من لما ماتت امها، شافت حالها بدالة. قال يعني قولي صارت مثل ام سعيد. ليش انا بنسى شو عملت فينا وقت توفى ابو عامر الله يرحمه؟ ما بنساه ولا رح انساه وما ممكن انساه. هلا قيمونا من سيرتها وخلونا بسيرة فكرية. المسكينة بده مين يساعدها يوقف جنبها عالشي اللي صار فيها. شلون بدنا نساعدها يا شهيرة خانو؟ لازم عزو يرجعها بأسرع وقت لحتى نسكت كلام الناس اللي طالعوه عليها ومس شرفها. بس هيك شغلة بدها رجال يحكوا فيها يا خانو، مو نحن الحريم. ونحن كمان منقدر نحكي ونتدخل ونحلها، وبإذن الله رح نقدر نرجع لجوزها.
السلام عليكم. عليكم السلام. موري على البضاي. من بعد إذنك بدي أشوف المختار شوي وين بلاقيه. خير، شو عاوز منه؟ عاوزه بشغلة صغيرة. تكرم عيونك. أسعد. حاضر. تعال. مرني معلمي. خد الأبضاي ووصله على ديوان مختار الجديد. على نافوخي. شرف أبضاي. تسلموا معلم. شرفت. وانت شو بدك ببيت قداس؟ اشتريته. شنو بدي اسكن فيه مختار؟ وانا رح اشتري منك. بس البيت مو للبيع. بس انا بدي اياه. انا حاسس انه ما بدك يعني اسكن بالحارة. انت عيني كلامك صحيح، لانه سمعتك مو طيبة وما بيناسبنا تسكن بحارتنا. وانت منين بتعرفني مختار؟ فيصل، انا مختار الحارة وبعرف كل الناس اللي ساكنة بالحارات التانية، وبعرف كمان انك كنت بحبس القلعة. بس انا كنت محبوس ظلم. انسالي هالكلمة، انساها. ومثل ما قلت لك، انا بعرفك وبعرف عمايلك، لهيك قلي وخلصني قديش بدك فيه. البيت مو للبيع مختار. بس انا رح اخده. بس مو على كيفك مختار. شو قلت؟ البيت صار باسمي مختار، لا انت ولا حدا غيرك بيقدر يمنعني من السكنة فيه. هيك لك هيك ونص. وانا بعرف بدل على البيت لحالي. سلام. بسيطة. مستو. مستو. الحق وشوف مين راح يدل على بيت قداس وتعال خبرني بسرعة. صار. مال سرغاية اتفا. لما علينا عبيدك يا رب. يا أهل الحارة، يا أهل الخير، يلي بيعرف بيت قداس يدلني عليه. قداس ماله بالحارة يا بضاي. بعرف ماله بالحارة. كونك بتعرف ليش عم تسأل عنه؟ شنو أنا اشتريت بيته وبدي أسكن فيه. حدا عنده مانع يا أهل الحارة؟ ما تعرفنا على حضرتك يا بضاي. أنا فيصل كسار الملح. أي والنعم. شو المطلوب؟ بدي إياكم تدلوني على بيت قداس. عتمة. مور معلم. خد الأبضاي على بيت قداس. شرف معي فيصل. شرف. يسلموا أبضاي. على راسي. جاع شغل أسعد روح. لازمك شي صهر؟ مصر غاية اتفاق. صياح هو اللي بعتتني مشان يدل على بيت قداس. صياح؟ ايه مختار. تمري بشي تاني؟ لا سلامتك، روح على شغلك. هذا هو بيت قداس. متأكد؟ لك شو عم بمزح معك؟ معلوم متأكد. خليك واقف تكي عمي. وليش ضل واقف؟ مشان تشوف بعينك وأنا عم بفتح الباب بالمفتاح وتنقل لأهل الحارة شو شفت. ماشي ماشي سيدو. غيره. سلامتك عمي، سلامتك. تكي.
ولي شو هاد؟ شو هالبيت هاد؟ لك يقبرني ربك يا كداس على هالاستفادة شو حلوة. والله هالبيت بيسوى 10 بيوت من بيتي. لك يا هيك المداكشات يا بلا. أحليين والله. لكان فيصل كسار الملح سكن بيت كداس. أنا وصلته بإيدي يا بيك. حلو. بتروح بتخبر سياح يدير باله منه منيح، هذا البني آدم ما نضيف. هيك خبره؟ بالحرف. اعتبره صار. بخاطرك. على شو ناوي يا كداس الكلب؟ حكيت بدي اخرب الحاره من اساسها لراسها. شلون ليش عم ضحى؟ صار فينا نفوت على بيتي نتخبى. بيت فيصل؟ لك بيتي بيت فيصل ما بتفرق، مو فينا نتخبى هنيك نقعد ايام وليالي بدون ما حدا يحس علينا. يهزوا بدنك القداس. شو بيخطر لك بهالبلدنة الحرام هي؟ يا حامد من بعدك انا؟ فكر انا ليش داكشتوا على هذا البيت المهرهر كرمال سواد عيونه؟ وشو رايك من اليوم نعمل له زيارة؟ لك لا مو اليوم، خلي أهل الحارة يطمنوا له بالأول، وخلينا نشوف شلون بدنا ندبر أمورنا بهي حارة المعطي. ما قلت لك ابن حرام مصفى، هز بخناق. من قليل بحبك أنا من قليل. يبعت له حمى هالمشوار اللي رحتيه. ما إجاكي منه إلا سم البدن ووجع الراس. ما عم صدق. لك ما عم صدق. أنا اللي كل الناس بتحترمني وبتقدرني تجي وحدة فصعونة مثل هاي تقلعني من بيتها؟ لا 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 ما عم صدق أبداً. معك حق يا شهيرة خانم، بس هيك وحدة مالها مرباية ما بتستاهل تعملي لها قدر وقيمة وتروحي لتصالحيها مع بيت حماها. بعد اللي صار أنا ما عاد لومه أبداً لصياح بكل شي بيعملوا معه. أكيد رح يطلقها، ولا قلي إن شاء الله ما بيطلقها، إن شاء الله بيتجوز عليها وبيتركها مثل الحية تفح من قهرها. يخرب بيتها شو شاضومة وحرباية. تعرفي كل الحق على أمها اللي ما عرفت تربيها وتعلمها كيف تستقبل ضيوفها وتعمل لهم كرامات. إلهي ربي مولاي يجعلك إحداها لأم عزو يا عفاف، تجي اللعية على هالترباية. هلأ ما بيجوز عليها غير الرحمة. الله يصبر فكرية على بلوتها. حاجة اختي شبعت الحمد لله. بس هاللقمة ما بقى فيني حبيبتي. صحة وهون. هلا لك. جوزك هون ولا بالحمام؟ بالحمام اختي، شو بدك منه؟ بدي اياه يروح على الكركون ويطلع ابوكي من الحبس. ايه وهو شلون بده يطلع ابي من الحبس؟ يا شفية لا طلعي لي قلبي. هلا هو يروح لعند رئيس الكركون، ورئيس الكركون بيقول له شو يعمل؟ مثل ما بدك اختي. انا بقول له ان شاء الله يطلع بايده يعمل شيء. إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله. رح أسوي لك كاسة شاي. سليم لازم يطلع اليوم من الكراكون والا بيتحول على عدلي وبتكبر قصته. ها وشلون بدنا نطلعه سيد بشير؟ شو شلون بدنا نطلعه؟ بتروح بنته بتتنازل على الدعوه بتخلص القصه. ايوه عمي انا اول ما اروح على البيت لاحكي هذا الكلام لمرت عمي. اسمعني منيح، لا تتاخروا بالقصه وتبيتوها، بتروح على الزلمه. ها ان شاء الله بكره بيطلع عمي. ان شاء الله يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في مي سخنه عندك عمي؟ في مي سخنه وعلى كيفك عمي. بدي فوت اعمل لي خمس ست اكمام بركي بنضبط شي شوي. 100 الف سلام عمي. تفضل تفضل. عن اذنكم. عن اذنكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعينك والله. اهلين عمي. اهلين عمي. اهلين عمي. اهلين عمي. اهلين عمي. يا رب. Yeah,
عمي نرد. شو بك يا عفاف؟ ليش عم تبكي؟ بهدلوني يا أبي، بهدلوني. مين هدول يلي بهدلوكي؟ حماتي أم صافي وشهيرة خانم وأم سعيد اجوا لهون وما خلوا علي ستر مغطى. شو هالحكي؟ سبوني وسبوك وسبوا أمي وأنا ما فتحت أمي بحرف واحد. أم صافي وشهيرة هيك عملوا فيكي؟ عم يستوطوا حيطي من بعد ما ماتت أمي. فشروا، ما عاش اللي يستوطي حيطك وأنا عايش. أنا بعرف شغلي معهن. يا أبي الله لا يوفقهم يا رب. كبران راسه هالأبو عزه. اي والله يا مو كبران كثير، ومظهر بيك وابو حمدي هن الوحيدين اللي وقفوا معي بوشه. والله يا هالأبو حمدي طلع فيه الخير اكثر من غيره. شايفه يا مو؟ شايفه. قوم شوف مين قاعد عم يدق الباب هيك. يلا جاي جاي. يو يو يو. عليه مختار. اسمعوا ده، انا لحد هلا ما اذيتك، بس إذا بحطك بعقلي قسماً بالله ما بخليك ترتاح يوم واحد. يعني شو بدك؟ قول لأمك كيف بلاها عن بنتي ولا بقى تيجي لعنا، وإلا ببهتك أنت وياها بنص الحارة. نزل إيدك، يلي بدي أقرب على أمي لسه ما خلق، واللي بدي أحكي معه كلمة بدي أمسح بكرامته الأرض هو وعيلته. خلاص عم تضرب؟ بضربك وبكسر رأسك كمان. قسماً بالله يا مختار ما راح أنسى لك ياها. أنا وراك والزمن طويل يا صياح. بسيطة. ماشي ماشي. يا مو أنا سمعت كل شي دار بينك وبين أبو عزه، إن شاء الله بتتكسر إيدي إلهي. ليش ما قلتي لي انك رحتي على بيت ابو عزه يا مو؟ كنت رح اقول لك يا مو لو الامور مرقت على خير، بس مرتك النوريه قلعتنا نحن ثلاثه، انا وشهيره خانم والداية ام سعيد. هلا عفاف قلعتك؟ اي نعم قلعتنا، ومو بس قلعتنا، ما خلت عليك مسبه وقالت عنك قليل تربايه. اسمعي مني هالكلمتين يا مو، هاي البنت ما عاد لها فوتي على بيتي بنوب. بنوب؟ ولا أنا بدي إياها ترجع لك. الله يكسر إيديك يا أبو عزه إلهي، لا حول ولا قوة إلا بالله. انبسطي يا أبي، عملت لهم فركة أذن مرتبة لصياح وأمه، وبالنسبة لشهيرة خانم هلأ ماني فاضي لها، بس من فضيت رح أعرف شغلي معها هي وأم سعيد الداية. ايه الله يخلي لي اياك يا ابي وما يحرمني منك يا حق. تسلمي. اجى اخوك؟ ايه اجى من شوي وفات دغري على غرفته. يرضى عليك، حضرينا العشاء لبين ما غير اواعيه. ايه تكرم عينك يا ابي. Thank you.
وهي أحلى هريسة لأحلى رشيدة. ما بدي أكل. لا لا لا، ليش؟ هي هريسة اللوز اللي بتحبيها وجبت لك إياها تازة وسخنة. مو جاية عبالي. وليش مو جاية عبالك؟ شبك شوفي؟ ابن عمي اشتقت لأمي كتير. بعرف والله بعرف يا رشيدة، بس بوعدك بس ليمر وقت على حريبتنا رح روح جيب لك اياها لوصيت عندك. عن جد عم تحكي ابن عمي؟ لك ايه عن جد. روح الله لا يحرمني منك يا رب. بتعرفي رشيدة، انا بس لشوفك هيك مبسوطة قلبي من جوا بفرفح. الله لا يحرمني منك. متأكد انه هذا هو؟ انت متأكد؟ خير ان شاء الله. مين عم يدق الباب علينا بهذا الوقت؟ قوم شوف مين ابن عمي. يلا. لا ينخطف لونك، لا ينخطف لونك، جاي نسلم عليك ونرجع على بيتنا. شنو كثير مشتاق لك لك. أهلين. لا يا منظور، هيك من الباب؟ أنا ساكن هون وصار الوقت متأخر. قداش معه الوقت صار متأخر، ما فيني إلا تفضلوا تفضلوا. مزبوط مزبوط. معناها ليك وينك؟ بكره منيجي لعندك منشرب كاسة شاي اكرك عجم على رواق. ليه سكتت؟ يكون ما بدك يعني نجي لعندك ولعندك نجي. إذا ما بدك نجي لعندك قول لا تستحي. أنا عندي شغل من الصبح للمساء ومالي فاضي. حلو، معناتها بس خلص شغلك بنشوفك. إيه ماشي. أبها أبها عم يقول لك تصبح على خير بس في الخرساني. ماشي روح عبيد. وعدنا بكرة. الحمى لك شو هالمصيبة هي؟ لك هدول شلون عرفوا بيتي؟ لك شلون؟ الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.